وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. حكينا في يصدون سواء عليهم. لذلك قلنا هذول مش من اللي بتوبوا أصلا طبع, بس كانوا إذا حدا قال لهم على فكرة بتقول له تعال يستغفر لك الرسول, الرسول يستغفر لي, فكان يعني سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. نحن قلنا هذه السورة في هذول العتلات, لن يغفر الله لهم, إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. انتبهوا, إذن أول شو بيعمله بخرج من فسوقه, إن الله لا يهدي القوم الظالمين, أول شيء بيخرج من ظلمه وما بيهديش المتكبر. انزل انزل عن كبريائك بعدين تفهم علينا. في قضيتين هم بدي ننتبه قبل ما ينتهي الدرس بسرعة. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. هم أصلا لو بيفهموا حقيقة الحياة وبدرسوا التاريخ وبدرسوا كيف بتصير الأمور بيفقهوا وين رايحة الأمور كان بتصرفوش. افهموا, انتوا سألتوا وين بتروح الأمور, وين رايحة الأمور والتفاعلات اللي بتصير في العالم كله, في العالم كله وين بتروح الأمور الآن؟ في كثير من الناس مش عم بفهموا وين بتروح, لأنه إذا بتفقهوا الواقع مش بتعلموه, مش بتعلموه. إذا بتفهموا الواقع وخفايا الأمور وحقائق ما يحصل في الكرة الأرضية والسياسات تدركوا إنه الأمور رايحة صح, رايحة صح. إسرائيل على فكرة مثلا, إسرائيل الآن في الولايات المتحدة تنظيمات صارت بأسماء بارزة وفيها يهود مش يطالبوا بإنصاف الفلسطينيين, يطالبوا بزوال إسرائيل, وأصوات عالية والمثقفين وكل يوم تنتشر. مثلا مثال بسيط, انت بتحتاج ترصد الواقع. بعد ما ترصد الواقع فكرة تشوف التاريخ. ليش التاريخ؟ لأنه التاريخ الله, كيف سنن الله في التاريخ؟ اللي بيعرفش السنن, سنن الله في التاريخ بيقدرش يتوقع شيء. ما بكفيش تعرف على فكرة واقع الحال, ما بكفي تعرف واقع الحال. سنن الله في الأرض والبشر والمجتمعات البشرية بتقدر تعرف انت هذا المجتمع بعد ما تعرفه, تعرف وين رايح. واذا بدك تعرف الأمة الإسلامية وين رايحة, اذا بتعرف التاريخ وبتدرس وبتدرك ايش الأمة الإسلامية وايش العقائد وايش الناس, بتعرف وين رايح الأمور, وين العالم رايح وين رايح العالم الإسلامي كمان. طيب الآن, هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. دققوا معي, إذا أبرز أسلحتهم في مقاومة الدين الحصار الاقتصادي. وإيش بيقولوا كمان؟ لحظة, يقولون لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. بس بدي ركز على القضيتين هذول, هذول اللي بيبرزوا أعداء الله, هذول اللي هم العدو فاحذرهم. هذول بيركزوا على مسألتين. أولا, هذول ناس إذا بتمكنوا كل تخطيطهم وأعمالهم يجتثوك. ليش القرآن ركز على هذول القضيتين؟ يجتثوك. منين فهمناها؟ يقولون لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن. طب ما هو ما أخرجكم مش الرسول, أنتو أنت كمان بتفكر ليخرجن الأعز منها الأذل. المنافق العدو لله تفكيره في مسألتين, حاصر اقتصادي واجتثه إذا بتقدر اجتثه. ومش معناته إن أخرجك من ديارك, ممكن يخرجك من وظيفة, ممكن يخرجك من بلد, ممكن يخرجك من منصب, ممكن 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 ممكن. يعني دائما في تفكيره في عداء الدين الإخراج ثم التضييق الاقتصادي. نكمل الآيات. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم. إذا بدك تنحمى من النفاق أنفق. أصلا المنافقين بينفقوش ولا ينفقون إلا وهم كارهون, يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم.
أبرز صفات المنافقين أنه لا ينفق. المنافق يكره الإنفاق، وهذا برضو من أسباب أنه بيزيد عنده المرض. الله سبحانه وتعالى بعطيكم نصيحة في سورة المنافقين، ما بيختم فيها إلا بقولكم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم، لأنه المال والأولاد أنت لما بتهتم فيهم بتكون متلذذ متمتع. كيف هو يعد المصاري وهو يلاحظ الأموال؟ أنت وأنت تتمتع بمالك دير بالك وأولادك، إياك تنسى ذكر الله، هاي أهم أسباب النفاق. إذا نسيت ذكر الله تذكر عند أوامره ونواهيه، هذا أهم من ذكر اللسان. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وفي أخسر من المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وأنفقوا مما، شوف التذكير، مما رزقناكم، يعني مش مالك أصلا. أذكر هيك مرة صارت حادثة قدامي من تقريبا 40 سنة، في شحات قاعد في الطريق وبقول من مال الله من مال الله من مال الله. في واحد ملحد، أنا براقب الموقف بعرفه ملحد، بلاش أقول بلده لأنه في من جماعته موجودين، في ملحد مارك قال له وقف هيك، قال له بعطيك من مالي بعطيك من مالي، قال له ما بدي مالك. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، إن هو صح في إنفاق مال، بس برضو في إنفاق جهد وفي في 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 في. وعلى فكرة في علاقة قوية جدا أصلا بين اشتقاق النفاق والنفقة، ديروا بالكم هذا.